صباح الخير لكل المشاهدين اللي انضموا لنا اليوم 28 ايار، ونهار السبت اكيد بيكون نهار مش مثل غيره، نهار راحه، نهار انه نقدر نهتم فيه بنفسنا، خلينا شوي نفكر انه نعمل الاشياء اللي نحن بنحبها، عن جد نغنيش حالنا اليوم، لانه اذا نحن ما كنا مرتاحين كل اللي حوالينا ما بفتكر بيكونوا مرتاحين، وتحديدا اذا نحن مزوجين وعنا عائله، فالولاد اكثر ناس هن بحسوا بالاحساس السلبي يلي اوقات بنعطيهم اياه. خلينا شوي نترفع عن امور، ما نرضي كثير غيرنا، نرضي نفسنا اكثر اليوم. في شتاء، ما بعرف اذا في لزوم انا لقيت انه شيء كثير حلو من خيرات الطبيعه، اكيد فينا نقعد بالبيت، فينا ننبسط كيدز اند فان، اليوم اكيد عندها افكار لحتى نقدر نمضي ويك اند حلو مع اولادنا، بس اكيد بدنا نفكر شوي بالاحتباس الحراري، لانه الامور يلي عم بتصير حاليا بالطقس منا امور كثير طبيعيه، بين حرارة بتقشط بسرعة وتاني يوم بتصير حرارة 35، يمكن لازم نرجع نتنبه على هالموضوع، يمكن لازم نرجع نشتغل كمان مع تلاميذنا ومع أولادنا بالمدارس لحتى نهتم وننتبه على هالاحتباس الحراري اللي عم بغير كل القوانين الطبيعة. صباح الخير إلي. صباح النور رانيا، مثل ما قلت الحلقة غنية، الفقرات يلي بيعرفوها الناس وتعودوا عليها مثل ايت سمارت ونيتشر رح تكون معنا اكيد، وديسير مع شيف شارل. بدي اقول كمان انه رح بيكون معنا الاب مكاري يونان الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه يلي عم بيقوم بزياره خاصه للبنان، رح نعرف تفاصيلها. وضيفتنا بول اوف فيم هي النجمه السوريه اللامعه جيني اسبر. يعني نهارنا حافل اليوم انا وياك، واخبار اب تو ديت كمان حافله بنبديها انا وإلي معكم. اخر اخبار اليوم خليكم معنا. إلي، رح نحكي اليوم أول خبر هو مقسوم بين بيئة سياسة وسياسة 100%. القائم بالأعمال الأمريكي السفير ريتشارد جونز كان في له لقاء مع الرئيس سعد الحريري، واكيد كان في هيك شويه حماس على اقتراح الرئيس نبيه بري، وضروره اخذه بعين الاعتبار لانه ممكن يفتح باب لاجراء الانتخابات الرئاسيه. ولكن من بعد دغري وصل مسؤولين امريكيين على بيروت ومعهم ملفين كثير اهميتهم كبيره بالنسبه للبنان، مش كثير بيسهلوا صراحه انجاز الاستحقاق الرئاسي، ولكن ممكن يستفاد منهم بلبنان من بعد ما تصير. الملف الأول بيحكي عن النفط، حمله مساعد وزير الخارجية الأمريكي ولشؤون الطاقة والنفط والغاز، والثاني هو ملف القانون من قبل وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب الأمريكي. فأكيد من بعدها بنرجع بنعيد النظر باستخراج النفط من لبنان، أكيد هالشي رح بينعش الاقتصاد، بينعش السياحة، وبيرجع بيوضع هيك لبنان بخريطة، خريطة ممكن تسمح له أنه يرجع يكون عنده كيانه الخاص واقتصاده الخاص. ومن ميلة تانية بنرجع بنحكي عن سد جني يلي بعده عم ياخد هيك لغط كبير بين مع وضد، وبعد لهلا يعني ما نعرف شو رح بيصير، اذا رح بيتنفذ هالسد يلي ممكن يكون مفيد جدا او ما رح يتنفذ، لانه كمان في نقاط سلبيه اخرى فيها تكون مضره جدا بالبيئه. بعد لهلا مش عارفين، كنا بعدنا عم نحكي انا وياك القرار بمجلس الوزراء، والمهم يكون لخير هالبلد، المهم يكون بيئه بس مش بيئه سياسه لي. طبعا رح نروح نحن طبعا لخبر كمان من لبنان، نحن طبعا قربنا على ختام الشهر المريم، رح نشوف فيديو لشاب فادي سعادة وهو عازف موسيقي قام بتجربة فريدة من نوعها عبر الباراجلايدنج أو الهبوط بالمظلة من منطقة حريصة، وهو عم يعزف بنفس الوقت ترنيمة يا مريم البكر، تجربة موسيقية روحية مميزة
عم نتابعها سوا، منا هينة يعني واحد بقى طاير بالهواء ومركز كيف بده ياخذ الاكيليبر وكيف بده يهبط. رح نسمع شوي وارجع كفي. يعني كل واحد بيعبر على طريقته ويصوره كمان، يعني في كذا شغله عم تنعمل بذات الوقت. بس تحيه يعني لسيدة حريصة، للعذراء بشهرة هلا يعني حلوه طبيعي. رانيا مش بعيد عن هالمنطقه، وبكسروان بدا العمل ببناء مجسم للقديس بولس بطول بيزيد عن 3 امتار ومصنوع من ماده الفايبر ومواد ثانيه، وغطاسين من طبرجة بالتعاون مع البلديه والدفاع المدني رح يقوموا باواخر الصيف بوضع التمثال تحت المياه قباله ميناء طبرجة المعروفه ببرجة يعني بخلال النصوص القديمة في الكنيسة. ومن هالمنطقة انطلق مار بولس لتبشير العالم القديم، وهي كمان يعني هيك تحية لهالقديس يلي حمل وكان أمين لإنجيل المسيح وانطلق من على شواطينا طيب الشارع. يعني هالأخبار هيك مؤثرة جدا، وأحلى شيء بفتكر نبلش نهارنا بهيك أخبار إلي بتعطينا هيك شوية سلام، بتردنا شوي كمان للصلاة ولنفسنا. وكلهم عنا بالمنطقة. كلهم شو إلي هيدا الحلو. أو لك رح يصلي شيء منهم كثر وين جبال. ننتقل لخبر ثاني، رح نحكي عن الأنتيبيوتيك، عن المضادات الحيوية اللي دائما في دراسات لحتى نشوف قد ايه ممكن تكون مفيده، قد ايه ممكن كمان تصيب انواع بكتيريا. انواع بكتيريا عم نشوفها بشكل جديد الي اليوم. في مشكله طبيه بانه ظهر نوع جديد من البكتيريا ما قدر ولا اي نوع من المضادات الحيويه بانه يقضي عليه. كان في مقاومه كثير كبيره من هالبكتيريا للانتيبيوتيك، ففعلا كان في هيك هالتفكير الجدي اليوم بقد ايه ممكن نلاقي بعض انواع مضادات حيويه بنقدر انه نقاوم فيها انواع جديده من البكتيريا. وهالحاله ظهرت بامريكا، وهي اول حاله من هالمريضه يلي ما قدرت تتجاوب ابدا مع المضاد الحيوي اللي عطيوها. هي عمرها 49 سنه، والملفت بانه ما سافرت ولا سفره خلال 5 اشهر الماضيه. اي هالبكتيريا عم تتكون بمكانها، مش عم نلقطها من مكان اخر. فطبعا دراسات طبيه جديده عم بتكون عم تنعمل حاليا لاكتشاف انواع اخرى من المضادات الحيويه اللي ممكن تقاوم بكتيريا جديدة. وعم نشوف يعني قد ايه في امراض جديدة عم تتكرر. قد ايه في امراض، مضبوط رانيا، يعني عن جد بتحسي انه شيء غريب. يعني يمكن منه كثير غريب نظرا للوضع البيئي اللي عم نعيشه، والحياة اللي تغيرت، لنمط الحياة، لكل هالاشياء المسرطنة، المواد المسرطنة الموجودة، ويلي اكيد بتأثر على كمان هالبيئة المش نظيفة على انتشار الامراض. رح نروح على خبر عن براد بيت. بالوقت اللي كان الممثل الامريكي المشهور عم بيقوم بتصوير احدث افلامه، طبعا جمع الجمهور حوله وراح يحييهم. هو عم بيحيي الجمهور خلال استراحته من تصوير الفيلم الجديد. لاحظ انه في بنت صغيره بين شفت الفيديو بين الجماهير. وفق ما ذكرت صحيفة The Independent البريطانية، ساعتها بعد ما لمحها وهيك والجمهور ما بعرف عم نشوف الفيديو، حس انه رح يعني رح تتضرر قد ما كان في هجوم من الجمهور. يعني اذا تسمعي صيحات الناس بتفكري في شي كارثه. نحن بنفكر في مظاهره هلا رح نشوفه عم بيقرب على السياج هالبنت الصغيره اللي كمان من جمهور براد بيت وبتحبه. ما كانوا الكبار منتبهين لها الا انه هو قرب وطلعها لعنده وحيدها عن الجمهور ووصلها لبر الامان. عم بيجرب يهديهم بس هن مش فاهمين ليش انه كرمال هن زادوا لانه حسوا قرب لعندهم تحمسوا اكثر. اوف قد ايه مهضوم.
يعني بتعرفي مهم كثير انه الواحد اوقات يمكن ما بيكون واعي على الشيء على هالتفاصيل الصغار، يمكن لو ما عمل هيك كانت البنت اكيد تأذت. عن جد لفتي هيك مؤثره يعني. فعلا هلا هي انبسطت كثير لانه حملها اخر شيء اكيد وبتات كلهم كان بدهم يكونوا محلها صدوها مش رح اقول شيء انا بلا ما تقولي واضح وبنفهمك ما هيك؟ رح نروح على صورة اليوم من بلدة تنورين الحلوة واو. عم نشوفها هيدا بلوع تنورين يعني دخيلك انا اطلع من فترة يعني متسلق عالم اجى على لبنان وعمل هالتجربة نزل على قلب بلوع تنورين يعني طقس رح نحكي عن طقس انه ما بنعرف شو بو وش رح يصير فيه خلص بس انه شتي والحرارة مثل ما هي يعني مش كثير رح تفرق بس في شتي يعني في شتي مكمل لبكره بفتكر ما قلك شيء كثير جديد بس انه علي بنخبركم لكن هيدي كانت كل اخبار رح ناخذ وقفة بنرجع شو عنا بعدين اوتو فوكس اوكي